بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نكمل مع بعض ليسون 16. أنا بس كنت حابب أصلح حاجة. هي exists، هي عبارة عن operator مش class ولا keyword. دي بس حاجة كنت لازم أنبه ليها. الحاجة التانية بقى، إن شاء الله هنتكلم على with class. with class من ال classes الجميلة جدا. لو انتوا فاكرين فكرة ال temporary table، اللي انا كنت بقدر اعمل عملية select مثلا مجموعة item واملى بيهم مكان في الميموري عندي في temporary table، وبعد كده ممكن يحصل transaction ما عليه ويروح لتيبل تاني. لو انتوا فاكرين concept ال temporary table اللي هو الجداول المؤقتة، ومجرد ما اخلص الكومات كان اولادي الداتا كلها بيحصل لها عملية ايه بس. نفس الكونسبت عندي مع حاجة اسمها ال with plus. انا بعمل حاجه في الميموري، اريا في الميموري كده بيبقى ليها اسم زي فاريبل، ممكن اجيب فيها داتا من اكتر من تيبل، ويكون عندي يونيون وست اوبريتور وجوين، يعني اكون عامل فيها يعني داتا بقى كويري يكون رهيب زي ما بيقولوا. تمام. والكويري ده بيجيب داتا من اكتر من تيبل، بيستخدم بقى اوبريتورز ما بينه وبعض وهكذا. طيب، وبعدين اجي بمنتهى البساطة اجي هنا اعمل بعد كده زي مين كويري كده، والمين كويري ده يسلكت من الداتا اللي هي اوريدي الجاهزة اللي موجودة في الاريا دي في اللي هي الويس كلاس. يبقى الويس كلاس دي اكنه كده زي تمبرري تيبل او تمبرري اريا موجودة جوه الميموري، موجود فيها داتا. الداتا دي جاية من اكتر من تيبل، ومن تيبل واحد او من اكتر من تيبل، عشان بس ما تفهمش ان هي لازم تكون اكتر من تيبل، لا جاية من جملة كويري، يعني حاجة تكون هنستخدم ال with class مع حاجة advanced أو complex query. تمام. أوكي، جاب داتا من tables كتيرة جدا، وفي join وفي حاجات كتيرة جدا موجودة فيه. تمام. واتملت بيها ال area دي. أقدر أنا بقى من ال area دي أستخلص منها البيانات اللي أنا عايزها، بدل ما أروح على ال Oracle server وأبتدي أبتدي الكويري بتاعي يرن ويجيب حاجة حاجة، لا هو خلاص اوريدي الداتا دي موجودة في الاريا اللي اسمها ويس كلاس، واستخلص منها الداتا اللي تعجبني. طيب تعالى ناخد مثال كده ظريف قوي على فكرة الويس كلاس. انا هنا عامل ويس ديبت، ده عبارة عن اسم فاريبل، سميه اكس سميه زد سميه اي حاجة انت عايزها. تمام. فهنا قلت له ويس ده اسم الاريا او اسم التمبرري اريا اللي في الميموري او تمبرري تيبل، اعتبرها زي تمبرري تيبل. تمام. قلت له ويز ديبت از، وعملت جمله سيلكت استريك فروم الديبارتمنت جوين اللوكيشن يوزنج اللوكيشن اي دي. الستيتمنت دي بشكل بسيط قوي هتجيب لي كل الداتا اللي موجوده في اللوكيشن وكل الداتا اللي موجوده في الديبارتمنت، او زي ما احنا شايفين كده جابت لي بالفعل كل الداتا اللي موجوده في اللوكيشن وموجوده في الديبارتمنت. يبقى انا هنا عندي اريا في الميموري موجود فيها بيانات من تو تيبل. عايز تعمل بقى تجيب كمان مثلا التيبل الكانتري تيبل الريجون، يبقى عندك هنا اريا في الميموري جايبه اكنها يعني جايبه كل التيبلز، اعمل اللي انت عايزه فيها. اوكي، دي الاريا اللي موجوده في الميموري. اوكي طب حلو، يعني انا لو جيت هنا عملت له قلت له ويز ديبت از وعملت ران، في حاجه هترن؟ لا ولا اي حاجه، ده اصلا بيقول لي ان كده في حاجه ميسنج موجوده في الكي وورد دي، مش صحيحه. ليه؟ لان هي بتترن كلها على بعضها كده. طب ايه الجزء اللي تحت؟ الجزء اللي تحت اللي هو الكولم اللي انت عايزها من هنا، يعني انت دي عندك اريا في الميموري موجوده بقى فيها داتا. طب الداتا دي انت عايز تستخلص ايه منها؟ اكنه تيبل كده، اكنه زي فيو كده، وانت عايز تستخلص منه بعض البيانات. طيب استخلص منها بيانات ازاي؟ بمنتهى البساطه اقول له والله انا هسلكت اللاست نيم، وحتى كمان مش منها بس، انت ممكن كمان تستخلص بيانات من تيبل تاني ومن الاريا دي. يعني انا هنا فعلا قلت له سلكت اللاست نيم، اللاست نيم ده مش هنا مفيش مشكله، قلت له هنا فروم الامبلويز. والديبارتمنت نيم، الديبارتمنت نيم ده هنا ده جاي فعلا من ناتج السلكت اسر فروم ديبارتمنت. والسيتي دي، السيتي دي كمان موجوده جوه اللوكيشن، فما فيش عندي اي مشكله. فروم الامبلويز كوما الدبت، الديبت ده اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن اسم البرايفت اريا اللي موجوده في الميموري او الاريا اللي موجوده جوه الميموري. وبعد كده قلت له وير ان الامبلوي، عملت شويه بقى انا عندي هنا في تيبل الامبلويز وتيبل الديبارتمنتس، في هنا كل مشترك ما بينهم هما الاثنين، بس انا مش هتعامل مع ديبارتمنتس، انا هتعامل مع ايه؟ مع الاريا اللي موجوده في الميموري. قلت له هنا وير ان الامبلويز اللي هو التيبل ده كوما دوت ديبارتمنت اي دي، لان الامبلويز فيه ديبارتمنت اي دي،
وهربط الناحية التانية بالدبت في برضك ديبارتمنت اي دي. بص بالفعل كده لما عملت رن طلع لي هنا اللاست نيم والديبارتمنت نيم واسم السيتي اللي موجودة. اوكي، دي حاجة اسمها ويست كلاس، هي بالفعل يعني استخداماتها ممكن اقدر اقول ان هي مش كبيرة قوي، لان انا الفيو بالمناسبة يعني ممكن اعمل فيو واعمل لي ده تمام. اوكي، بس هو اوبشن موجود وبرضك اوبشن من الاوبشنز القوية. هنا بقى اعمل ويز كلاس. بالمناسبه اللي انا مش يعني ممكن ما يبقاش عندي اكسبريشن واحد، يعني هنا عندي اريا اريا، عملت اريا في الميموري، وممكن اعمل اريا تانية، يعني ممكن اجي هنا اعمل كوما واعمل اريا تانية. هنا المثال طبعا اقل من كده، ممكن المثال اللي عندي يكون عندي اكتر من اريا في الميموري. يعني ايه اكتر من اريا في الميموري؟ يعني نحاول كده اشوف مثال. اوكي، هنا ويز ريتشبل، هو هنا حاطط اسماء as، وعامل جملة select. هو هنا عامل union، يعني هنا استخدم هو union، فكرة اللي انت مش شرط الموضوع يكون simple أوي كده، لا هو هنا عامل union اهو جوه تمام. وتحت استغل ال area دي، يعني استغل ان هو هي select أعمدة معينة من ناتج ال area دي. اوكي، طبعا لو انت عايز زي ما بقول تبقى عندك اكتر بقى من area في الميموري، يعني تعالى اوريها لكم كده في مثال. يعني لو جيت هنا عملت كوما اقدر اقول له كوما واقول له هنا مثلا اي حاجه دي اس دي اس، وافتح هنا قوس واقفل القوس واحط هنا اي حاجه انا عايزها، يعني احط هنا از طبعا واحط هنا اي حاجه انا عايزها، سيلكت استريكس فروم اي حاجه ريجونز بس او الجوبس. تمام، واعمل بقى في لو في حاجه جوين او في اي حاجه فيها اي اوبشن انا محتاجه. فهنا بس الاوبشن بالنسبه لي اللي انت عندك ممكن تقدر تعمل اكتر من برايفت اريا، ويكون في ما بين الكويري ده جوين مع الكويري ده او يونيون مع الكويري ده، تقدر تعمل فيها اكتر من اوبشن. فاحنا خدنا هنا الاوبشن اللي هو الايه، يعني السلس شويه اللي احنا نفهم بيه المثال. الشابتر ده دسم جدا يا جماعه، يعني بجد الشابتر من الشابترز القويه قوي، اللي لازم يعني حط تحتها 100 خط كده، اللي انت البراكتس بتاعته اللي اوريكل موفراها لازم تحل الاسئله بتاعتها عشان فعلا تطلع استفدت من الشابتر، ما يبقاش بس موضوع ان انت بتسمع فيديو وشفت مثال عليها وخلاص. لا، الموضوع لازم يكون فيه براكتس كتير عشان تقدر الموضوع عندك يتطور ان شاء الله في السيكوال، وتبقى قادر فعلا تكتب SQL statement بشكل بروفيشنال. طيب كده الشابتر انتهى والفيديو كمان انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.